السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظمت وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع الهيئة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورشة نقاش حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بموريتانيا. ويشارك في ورشة النقاش على مدى 4 أيام عدد من الناشطين الحقوقيين وممثلي بعض الهيئات التربوية والتعليمية. احتج عدد من الحقوقيين أمام وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط تنديدا بعدم مشاركة فريق مدرسة نسيبة رقم 1 بمقاطعة الميناء في مسابقة جيب التي تنظمها قناة الجزيرة للأطفال. هذا وقد أثارت عدم مشاركة الفريق جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، وأصدرت المنظمات الشبابية لبعض الأحزاب بيانات تنديد بخصوصها. احتج عدد من أصحاب السيارات أمام وزارة النفط والطاقة والمعادن في نواكشوط تنديدا بما سموه استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها العالمي. ودعا المحتجون السلطات الموريتانية إلى تخفيض أسعار المحروقات على غرار بلدان الجوار، مستنكرين التبريرات التي قدمها بعض وزراء الحكومة بهذا الخصوص. نظمت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم دورة تكوين في مجال التدريب يشارك فيها 35 شخصا معظمهم لاعبون قدماء بالمنتخب الوطني، ويشرف على التكوين بعض المدربين الموريتانيين والإسبانيين، وتستمر 15 يوما. سيتلقى المشاركون فيها دروسا أولية في مجال التدريب. نهاية الموجز. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله. طيب المنام.